استهنت في كرامتي وفي خدمتي وفي 30 عام وانا خدامه في مستشفى الاقليم ديال بن سليمان و 30 عام وضربني الماجور في القسم ديال الجراحه. جيت كنهضر غير على النظافه، قلت لي عطيني باش ننظف الارض من الدم. كان عندنا سيزاريان باش يعطي للسيده تاع باش تنظف لي الارض. انا عندي ديال التعقيم ديال سميتو الماتيريال ديال الفتيح عندي باش كتعطيني لا فارماسي باش كنعقم ديال المقوصه عندي بوحدهم، ولكن ديال الارض باش ننظف الارض من الدم ما بغاش يعطيني. كمشيت عنده قلت له عافاك عطيني باش ندير الارض باش نعطي السيده النظافه تنظف ليا، وانا 30 عام وانا خدامه. قال لي على حساب الانعاش الوطني، ولكن انا عندي نوت سيرفيس ديال البلوك ديال لاستيريزاسيون، عندي نوت سيرفيس من المندوب سيد المندوب، و30 عام وانا خدامه، ودابا انا مريضه كندير الصماطي وكنخدم صمته في ظهري وسمعتي في ركابي وكنخدم. واخا كملينا شنو وقع نهار الحادث. هي انا مشيت سالينا الفتيح، ملي سالينا الفتيح مشيت قلت له عطيني باش ندير النظافه في الارض. قال لي سيري جيبي جفاف. قلت له ما عنديش جفاف، ما عنديش كراطه، وما عنديش كراطه والعصا مرسه. قال لي جيبيهم. قلت له انا ونمشي نجيبهم. جبتهم حطيتهم ليه. قلت له هو كيدير واحد الاستهزاء برجلو هكا، كيحرك الجفاف والكراطه برجلو كيدير واحد الاستهزاء، وديما كيقول لي غنخرجك من هنا تخرجي وانا داك الطرف الخبز باش عايشه انا وامي مريضه. قال لي يقول لي غادي نخرجك من هنا. ملي جا هو القسم الجراحه هو داير لي هذا الحال الحادث سيدي. انا دخلت عنده باش ناخذ، قلت له عطيني الكراطه والجفاف باش السيده تجفف لي الارض. انا درت تعقيم للمقوصه وداك الشيء، هي غتجفف لي الدم في الارض. بدا كيدير ذاك الاستهزاء، جبت لي الجفاف مشرق، العصا مهرسه والكراطه مهرسه. قال لي قلت لي شوف السي الماجور، قلت لي حنايا خدمت هي 30 عام ديال الخدمه، عمر شي مسؤول ما قال لي جيبي العصا مهرسه وداك الشيء، حيت ثقه فيا انا اي واحد سولوا عليا يقول لك ثقه من الضمير المهني ومن كل شيء والنظافه. المهم قلت له كايا، هو يقول لي واحد الكلمه فاحشه ملي قلت لي لي ماجور لي شيلوجيان الجينيكو كل شيء خدمت معاهم عمرهم ما قالوا لي جيبي العصا مهرسه والكراطه. وهز هز لي هكا، كانت محطوطه العصا مهرسه جبتها لي هي والكراطه، هزها هكا بواحد الطريقه هكا وقال لي واحد الكلمه. قلت له ما تقول ليش ديك الكلمه. قال لي سيري واحد الكلمه خايبه. قلت له ما تقول ليش بديك الهضره، وانا اكبر منك 62 عام في عمري، كان طالب حقي وضربني اليديه وضربني راسي دوخني ضربني بقى عليا باللغة وكنغوت وزيدو عتقوني زيدو عاودني ضربني باليدين بجوج. وها هي شوف هي دايره سماطي ما كنقدش، وهادشي بشهود الناس شافوني وضربني راسي دخت تحت هكا، وانا عندني ايرني ديسكال ولا خطخو ضربني هكا بالعصا في الظهر. انا غادي نخرج من الباب حيت ضربني حيت ما كاينش كاميرا، ضربني في البيرو ديالو ما كاينش كاميرا، وانا غادي هارب باش ضربني الراس دخت وعاودها ليا الظهر تحت هكا. بقى كيعفس عليا بالركن يعطيني يقول لي الهضره الفاحشه وعليا والدي وعليا امي، وكان طالب الحقوق ديالي والكرامه وكل شيء، وكان طالب الراي العام يدخل في هذا الشيء.